السلام عليكم. في الشورت توك دي هنتكلم عن ال additional lesions بعد ما we coin the diagnosis of tetralogy of Fallot. يعني في كل عيان tetralogy of Fallot في 5 نقط لازم نجو through them وندور عليهم، ولو لقيناهم نكتبهم بالتفصيل، ولو ما لقيناهمش نستيت ان هم مش موجودين. طيب احنا اتكلمنا على initial diagnosis في توك قبل كده، هنتكلم دلوقتي على additional lesions. زي ما قلنا الايكو هو الفيرست كارديك ايمجينج موداليتي اللي بنستخدمها. الكارديك ام ار اي ملهاش دور في الانيشال او الاديشنال ليجنز في تيتراجي فالو، لكن الاسطره والسي تي بيبقى لهم دور لما يبقى السؤال اللي انت بتساله من الاديشنال ليجنز ده معرفتش تجاوب عليه، فميك لو بروفايل انك تستخدم المالتي سلايس سي تي او الاسطره في انك تحاول تجاوب على السؤال ده. لازم قبل ما نستخدم اي واحد منهم نسأل نفسنا هو احنا فعلا مش عارف اجاوب السؤال ده ومحتاج ال additional cross imaging دي عشان ال radiation hazards. فلازم تبقى مقتنع ان ال radiation dose اللي ال patient هيتعرض لها هي justified بقيمة المعلومة اللي انت هتاخدها. طيب ال additional lesions هما 5، هما ال additional VSDs، ال coronary artery anomaly، ال level of the RVUT obstruction، البلمونري ارتري برانشز السايز بتاعها يعني والمورفولوجي، ولازم نشوف هو في سورس اوف بلمونري بلاد سبلاي، اديشنال سورسز اوف بلاد سبلاي. التوك النهارده هتتكلم عن الاديشنال بي اس ديز. طيب طالما قلنا اديشنال يبقى احنا عندنا واضح ان في مين بي اس دي او ذا بي اس دي بتاعت التروجوفال. التوتولوجي فالو بيتكون من 4 حاجات. واحد من الأربعة هو كونو ترانكل بي اس دي. الكونو ترانكل بي اس دي هو البي اس دي ده، قبل ما نتكلم بالتفصيل نشرح البيو ده. ده سب كوستال فيو بدليل ان الليفر موجود هنا، البروب موجود تحت، البيم مقلوب علشان كده فيبقى البروب موجود هنا. طيب انا عندي هنا 2 فنتريكلز اهو و2 جريد فيسلز موجودين هنا، وده موست بوستيريور ستراكشر اتس ان اتريوم. طيب ده عبارة عن intraventricular septum، واضح ان في في اس دي هنا. طيب ده ليفت ولا رايت؟ هنلاقي في عندنا هنا الاي في فالف ليه سبتال اتاتشمنت موجود هنا، فاي اي في فالف ليه سبتال اتاتشمنت فهو تراكاسبت فالف، والفنتريكل بتتبع الفالفس فيبقى ده رايت فنتريكل، اللي جنبه ده الليفت فنتريكل، اللي خارج من الجريد فيسلز هنا، اللي خارج منه كرونريز هنا اللي هو اللي هي دي، فيبقى ده الأورطة، فيبقى ده الجريد فيسل ده أورطة والجريد فيسل ده بالمونري أرتري. يبقى أنا عرفت الأناتومي. يبقى أنا عندي هنا ده انترافنتريكو سيبتم، ده ديفكت موجود هنا، الأورطة أوفر رايدنج الديفكت ده بنسبة 10 لـ90%، يعني 10 خارج من الأر في وتسعين في المية خارجين من الإل في. موجود عندي هنا اللي هي اللي عامل زي الصباع ده، ده الكونال سيبتم. الكونال سيبتم مش في مكانه، المفروض كان يبقى الناحية دي يكمل مع الانترافنتريكولار سيبتم، لكن الكونال سيبتم ديفيتد ناحيه الار بي او تي. يبقى انا كده ده عباره عن الفالو فيو اللي موجود عندنا او الفالو ديسيز اللي موجود فيها، فده بي اس دي ان هو يكون كونال كونو ترانكل بي اس دي. الكونو ترانكل بي اس دي ده ممكن يكون بري ممبرنس. الفيو ده عباره عن شورت اكسس فيو، البروب موجود هنا فالبيم على شكل 8، يبقى البروب قريب من هنا. ده عبارة عن الأورطة في نص الصورة، ده انترا اتريال سيبتم، فده الموست بوستيريور ستراكشر، ده الليفت اتريم وده الرايت اتريم وده الرايت فنتريكل، وسموير هنا الار في تي لكن هو هنا مقفول. لما نشوف عندنا هنا ده الأورطة وده تراكسبت، مفيش أي سيبتال تيشو موجود هنا، مفيش فنتريكل سيبتم موجود هنا، ففي دايركت كونتينيوتي بتوين ذا أورطة اند تراكسبت، فمعنى ذلك ان ده بري ممبرانس في اس دي. الجزء من السبتم اللي موجود هنا ده الكونال سبتم اللي هو ديفيتد ناحيه الار بي او تي الموجود هنا، فده بري ممبرانس بي اس دي. ده بي اس دي اللي موجود في حاله التوتولوجيو فالو. قد يكون البي اس دي ده اكبر، فالسبتم اللي كان بتوين ذا اورتا اند بالمونري اللي ايه اختفى. نبص تاني، هو ده نفس الفيو، ده الاورتا وده تراكاسبت، انا مش شايف اي سبتال تيشو موجود بتوين ذا اورتا اند تراكاسبت، بس كمان مش شايف اي سبتال تيشو بتوين بالمونري اند اورتا، فده لارج في اس دي، ده دبلي كوميتد للجريد فيسلز او سب ارتيريال في اس دي. فده نوع، ده شكل تاني من اشكال البي اس دي الكونو ترانكل اللي موجود في حاله التوتولوجي.
امال اللي احنا نقصد ايه بالاديشنال بي اس ديز؟ نقصد بيها الماسكولار بي اس ديز. يعني مثلا عندنا هنا ده ابيكال 4، البيم شكله 8، فيبقى البروب موجود هنا، وادي الاورطه، وادي السبتم اللي موجود عندنا، وفي هنا الكونو ترانكل بي اس ديز الموجود، البي اس دي الموجود هنا. بس لما نيجي نشوف للسبتم هنا هنلاقي فيه شويه الوان معديه، يعني شويه ثريتس كده اوف ذا كلر. طب هل ده كله بي اس ديز؟ يعني دي عباره عن بي اس دي وبي اس دي وبي اس دي، ولا ده عباره عن هايبرتروفايد سبتال برانشز من الكورونري؟ واكشولي الصوره دي مش موضحه، لكن ما عندناش اجابه في الصوره دي. خلينا نقول ان اديشنال ماسكولار بي اس ديز موجوده في 30%، اكشولي اكتر من ربع العيانين من التوتولوجي فالو عندهم اديشنال بي اس ديز. الصور دي هي عباره عن مجموعه صور، منها هنشوف احنا ازاي بنقدر نشوفهم. دي اول، ده اول فيو سكريننج للسبتم كده. فعندي اورطه وعندي كونو ترانكل بي اس دي، ولما بيطلع مور انتيرير بيلاقي البلمونري، ده ابيكال فور عادي. بعدين بدانا هنا واحنا بنبص على السبتم نحس ان في كالر موجود هنا، قد يكون في كالر معدي، وقد يكون لا ده هايبرتروفايد فنتريكلز، فما كناش متاكدين هو ده فيه ولا لا. فبدانا نغير بدانا نغير الزاويه ونفوكس اكتر على الابيكال بارت الموجود من هنا. فاحنا بقينا شايفين هنا الليفت فنتريكل وشايفين هنا الرايت فنتريكل، وبدانا نفوكس ان احنا نبص على هنا. فقدرنا نشوف ادي اخر السبتم، وفي ديفكت موجود هنا من اخر الانترافنتريكال سبتم لغايه الايبكس. نبدا نحط كالر علشان نتاكد من المعلومه دي. شايفين قد ايه؟ شايفين ان عندنا هنا كالر معدي اكروس ده. لما نقول ان البيم شكله 8 كده، يبقى مع ذلك ان الايبكس موجوده هنا. فانا عندي باي دايركشن شنت، الفلو ازرق واحمر يعني رايح توردز وبعيد عن البروب. فانا عندي هنا في اس دي موجود هنا. طيب خلينا نقول احنا ايه مشكلة الفي اس دي؟ ما احنا بنشوف الفي اس دي بالايكو، ليه في مشكلة وليه هم اصلا مهمين؟ اول حاجة في مشكلة ان احنا نشوفهم، علشان هو زي ما احنا عارفين ان الفي اس دي شنتنج بيحصل during systole، عشان فرق البريجر between the LV and the RV. فدايما السيستوليك بريجر في ال LV بيبقى اكتر من السيستوليك بريجر في ال RV، بينما الدايستولي تقريبا الاتنين بيكونوا قد بعض. فالمين فلو بتاع ال VSD بيبقى during systole. بما ان احنا ادمتد ان تتروج فالو عنده لارج VSD اللي هو بارت الكونو ترانكال VSD، فمعنى ذلك ان هيحصل equalization of the pressure between the LV and the RV. فمع وجود other VSDs muscular ممكن ما يبقاش preoperatively في فلو معدي منهم، ويبقى مسد بالايكو زي ما شفنا ان هو مش بيتشاف غير لو انت يعني intentionally بتدور عليهم. وحتى لو intentionally بتدور عليهم، لو ال patient حجمه كبير مش هتبقى ال view واضح عندك فيه. فده السبتم اللي موجود عندنا ال VSD الموجود عندنا muscular، هي ممكن تبقى مسد علشان ال equalization of the pressure between the LV and the RV. طيب هي ايه المشكلة؟ طب ما احنا لما بنيجي نقفل حالات VSD ممكن نخرج بريزيديوال بي اس دي، سيجنيفيكانت ريزيديوال بي اس دي، وبيبقى حصل خير يعني تتقفل بعد كده بالقسطره، او العيان يقدر يستحملها. ليه عيان التوترولوجي اوفالو ما يقدرش يستحمل ان احنا نسيب الاديشنال بي اس دي دول ويبقى حصل خير يعني نبقى يتصلحوا في وقت اخر؟ عيان التوترولوجي اوفالو هو عيان بيعاني من نقص البلمونري بلاد فلو. فلو قارنا البلمونري بلاد فلو للسيستميك بلاد فلو اللي هو في النورمال بيبقى واحد، بيبقى ده قد ده، فعيان التوتروج فالو البلمونري فلو سيجنيفيكانتلي قليل. يعني الريشيو بتاعت البلمونري فلو للسيستميك فلو اللي احنا بنقول عليها كيو بي كيو اس بتبقى اقل من 0.5، اقل من نص يعني. في العادي لما بنصلح التوتروج فالو ونحول ال QPQS او الريشيو ما بين الاثنين لواحد زي النورمال، عيانين الفالو بيعدوا بديفيكالت كورس في الاي سي يو عشان بيحصل لانج انجري. فما بالك لو مسد السيجنيفيكانت بي اس دي، ف QPQS بقت اكتر من 1.5، فالعيان ده سيجنيفيكانتلي اللانج بتاعته هتغرق، ومش هنقدر نعدي بيه ان احنا نفصله من على البنتليتور، عشان العيانين دول مش بيستحملوا الاكسسيف بالمونري بلاتفورم.
يبقى من هنا عرفنا ان انا لو عندي اديشنال بي اس ديز هي صعبه انها تتشاف عشان البريشر ايكوال في التو فنتريكلز، عشان انا عندي اذر بي اس دي كبير اللي هو تتراجع فالو بي اس دي كونو ترانكل بي اس دي. ما ينفعش ان انا اقول حصل خير ده ريزيديوال ماسكولار بي اس دي يبقى يتقفل، لان العيان بوست اوبرتيفلي مش هيقدر يستحمله، لان احنا لما بنقفل البي اس دي الكبير ونريليف الار بي اس دي ابستراكشن فاحنا قللنا البريشر في الار بي وريليفد الابستراكشن، فهيحصل سيجنيفيكانت شانت اكروس البي اس ديز اللي احنا ما كناش عارفين نشوفها، واللونج هتبقى سيجنيفيكانتلي افكتد. طيب لو انا عندي بيشنت مش عارف، مش متاكد، وانا مش عارف اعمل سكريننج للسيبتوم والبيشنت حجمه كبير، ايدر ان هو تشايلد كبير او ان هو ادلت مثلا وزنه 60 كيلو او 70 كيلو، هنا السي تي هتقدر تساعدنا ان احنا نشوف البي اس دي. ده مثلا قدامنا عندنا ده سي تي، السي تي هي عباره عن فوليوم فتقدر انك تقطعها في اكتر من زاويه، فتقدر انك تشوفه هنا ان هو عندي بي اس دي موجود هنا تحت المودريتور باند، واقدر اشوف هو هنا انتيريوري بالظبط مكانه فين، ده الاثنين اورثوجونال على بعض فنقدر نشوف ان عندنا بي اس دي. عندي بس حاجات عايزه اقولها، لو هنعمل سي تي العيان تروجي فالو علشان نشوف اديشنال بي اس دي ات از جاستيفايد كويشن ان احنا نساله، لكن لازم نعرف ان السي تي منها نوعين، في جيتد اي سي جي، اي سي جي جيتد سي تي، وفي نون اي سي جي جيتد سي تي، الاثنين بيتعملوا وممكن يبقى اللي بيعمل لك الفحص مش مدرك الفرق ما بينهم. هو انت لو بتعمل الاي سي جي نون جيتد نون اي سي جي، بتعمل سي تي نون اي سي جي جيتد سي تي، هو الانترا كارديك ستراكشر هتبان هيزي، فانت مش هتقدر انك تبص على الانترا كارديك ستراكشر. النون اي سي جي جيتد سي تي تنفع في حالات الاكسترا كارديك، زي مثلا لو انا بدور على حاجه في الارش، او بدور على حاجه في البلمونري ارتريز، او بدور على حاجه في البلمونري فينز، لكن لو بدور على حاجه انترا كارديك يبقى لازم انا اكون واضح في السؤال في اللي انا في الريكوست بتاعي، واقول انا عايز اي سي جي جيتد سي تي. يعني ايه اي سي جي جيتد سي تي؟ يعني ان انا التصوير بتاعي يبدا وينتهي جايدد بالار بتاعه الاي سي جي. فلو بدانا من الار ووصلنا لغايه الار اللي بعديها، هي دي السيركل اللي انا صورت فيها الهارت. طيب لو قلنا ان احنا بدانا من الار وانتهينا بالار، فالمسافه دي هي عباره عن كل مسافه الزمن اللي انت عملته، لو قسمتها على عشرات فهتبقى دي زيرو فيز، بعدين دي 10 وبعد 10% من الار ار انترفال، بعدين 20 30 40 50 60 70 لغايه ما تنتهي بالمية. لو انا قلت ان انا بدات تصويري عند الار فانا بدات في سيستوليك فيز، فرفلي كده هنقول ان من صفر لغايه 50 دي سيستوليك فيزز، ومن 50 لغايه 100 دي الدايستوليك فيزز الموجودة عندنا، بيزد ان انا بدأت التصوير عند الار ونهيته عند الار الموجود عندنا. لذلك لو انا بدور على ماسكولار بي اس دي هدور عليه، اتفقنا، في اي سي جي جيتد سي تي، مش هقبل ان انا ادور عليه في نون اي سي جي جيتد، لان البلورد ايمجز ممكن تخدعك سبيشالي في وجود الهايبرتروفايد ار بي اللي موجود ده، ما تبقاش فاهم هو دي ترابيكولايزيشن ولا دي اكشوال ديفكت. طب انا قدامي اختيارين، ادور عليه في السيستوليك فيزس ولا ادور عليه في الدايستوليك فيزس. في السيستوليك فيزس بيبقى التو فنتريكلز كونتراكتد، فبتبقى المسلز لمه على بعضها، فممكن لو انا عندي بي اس دي صغير ما اشوفوش، عشان هو هيبقى المسل هتبقى ضم على بعضها او اشوفه اصغر من حجمه الحقيقي. لكن في الدايستوليك فيز الهارت هيبقى الفنتريكلز يعني هتبقى اكسباندد ومليانه بالبلاد، فانا اكشولي هقدر اشوف الفي اس دي واقدر اشوف الدايمتر الحقيقي بتاعه. لذلك لما اجي ادور على بي اس دي في سي تي لعيان تترولج فالو ادور عليها في الدايستوليك فيزز، اللي هي غالبا بتبقى ذا بيست دايستوليك فيز، هي 70 75 80 اي واحده من الفيزز الموجوده دي نقدر ان احنا نشوفها. هو اتفقنا على ان الار ار انترفال بتتقسم عشرات، ينفع تتقسم خمسات، ينفع تتقسم ثلاثات، لكن هو المتعارف عليه ان احنا بنقسم الار ار انترفال دي لعشرات، فالفيز 70 او الفيز 80 كوبي اسيوتبل فيز انك تدور على البي اس دي
انك تدور على البي اس دي اللي موجود الموجوده فيها، فندور عليها. دي احسن فيس بتكون موجوده فيها ان احنا نشوف البي اس دي زي ما احنا شفنا من هنا. يبقى سؤالنا هو احنا عندنا اديشنال بي اس ديز ولا لا؟ it is a justified question ان احنا نعمل سي تي وان احنا ندور فيها، لان هي سؤال مهم وليه significant impact على البوست اوبرتيف كورس العيانين التترولوجي فالو. هنكمل بقية الاديشنال ليجنز في بقية الشورت توكس اللي جاية. شكرا جزيلا.